السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على الانواع ديال الاضطرابات النفسيه والامراض النفسيه اللي كتفشى في المجتمع. اذا الاضطرابات النفسيه كيف ما معروف على انه كتقسم النوعين، ما هو ذهاني وما هو عصبي. انواع اللي سائده اللي كنعرفوها حنا هي ديك الامراض العاديه، كنهضروا على القلق التوتر، ومني كنهضروا على الاضطرابات الحاده كالاكتئاب، انفصام الشخصية، اضطرابات النمو، كذلك النمو العاطفي، اضطرابات ديال التوحد الولاد بزاف، اضطرابات ديال الشخصية النرجسية، الشخصية النرجسية المنحرفة، الشخصية القلقة، الشخصية الانتحارية كذلك، والشخصية المدمنة مثلا على شرب الخمر او لا على القمار او لا على. وما نساوش الحاجة اللي متفشيه دابا بزاف واللي معروفه بزاف وما كنردوش ليها البال، هي الاضطرابات اللي ناتجه عن لي زيكرون، الهواتف المحموله والشاشات. هاد الاضطرابات اللي ولاو دابا راهم خطيرين بزاف. ناهيك عن اضطرابات القلق، مثلا ملي كنقول عندي شكوى فكريه، المستقبل، خايف من المستقبل، بالليل منين ما كيجيني منين كنتخلع كتولي شكوى وجدانيه، مي منين ما كنوليش الناس كتولي شكوى سلوكيه. بالعكس عند الدهاني، الانسان اللي ما كيهتمش بالمجتمع، ما عنده ما يدير بالمجتمع، كتكون عنده شكوى خياليه، الحاله ديال الانفصام الشخصيه، كيتخيل على انه الناس كيهدوه. شكوى فكريه كدوز ليه خياليه، كدوز ليه شكوى فكريه، الناس كيهدوني، الناس حاضيني. دونك من هنا غنتحول لما هو سلوكي، غنمشي قبل ما يضربوني الناس غادي نضربهم. هذا هو الفرق اللي كاين في الاضطرابات، كاين النوع اللي كيعبر بالسلوك، وكاين النوع اللي كيعبر انتيريوريزي حتى كيولي كيتصاب بمشاكل نفسيه. الاضطراب النفسي كيمكن ليه يولي مرض نفسي في حاله ما اذا ما كانش واحد المتابعه واحد المرافقه. الامراض والاضطرابات النفسيه الاكثر انتشار هي الامراض اللي كتعلق بالشخصيه، يعني شخصيه اضطرابيه، شخصيه نرجسيه، شخصيه نرجسيه المنحرفه، لا سكيزوفريني، انفصام الشخصيه، الاكتئاب الحاد، صعوبات ديال التاقلم مع المجتمع، والشخصيه اللي الخجوله، حيت الخجوله كان اضطراب دابا ولات مرض حاليا، هما هادو اللي منتشرين بزاف. وشخصية كذلك الناس اللي كيمدمنين على شاشات، هذا راه إشكالية كبيرة من ضمن المخاطر الكبيرة اللي خصنا نردوا لها البال. وشخصية اللي كتعاطى المخدرات، حيت المخدرات كتأدي للهوس، كتأدي للسكيزوفرينيا، وكتأدي في بعض الحالات إلى الانتحار. الاضطراب النفسي والمرض النفسي باش كنشخصوه، اولا اول معاينه كتكون خلال ما ينقال الينا من المحيط ديالو، يعني عبر الملاحظه. هنا الدور الملاحظه هو المهم. ملي كتلاحظوا الاسره كتلاحظ على انه كاين واحد التغير في السلوك، كاين واحد التغير في الهضره، كاين انسان ولا كيدخل وكيخرج كما كنقولوا في الهضره، ولا العنف، ولا الاضطراب في النوم، ديك الساعه بالمشاوره ديالو كيتعرض على اخصائي نفسي، سواء طبيب نفسي ولا اخصائي نفسي معالج. هنا كيدير مع الحصه الاولى كنحاولوا نقيموا دوك الاضرار فين واصله، سواء عبر المقابله الفاس فاس او لا عبر لي تيست، اختبارات ديال الشخصيه واختبارات ديال القدرات المعرفيه باش نعرفوا فين مستوى الخلل. في ديك الحاله كنسطروا البرامج. الا كان البسيكولوج مثلا مقتنع على انه العلاجات يعني بدون عقاقير غادي تساعد وغتحسن الوضعيه، كنتوكلوا كنبداو في العمل ديالنا. الا كنا العلاج بالادويه ضروري كنكونوا كنبداو مع لي ثيرابي ديالنا، ولكن بالمشاوره وبالتعاون مع الطبيب النفسي. غير في بعض الاحيان كيتعذر عليك باش تتابع، سواء داك المريض بعض المره كيوهموه على انه الا خديتي الدواء راه يأثر عليك. هنا الدواء كاع الادويه كتاثر، يعني
من الأحسن نحدوا الباس قبل ما يؤدي الأضرار وخيمة. النصيحة اللي بغيت نعطي اليوم في خصوص هذه الاضطرابات وأنه نحاولوا ما أمكن نرجعوا العادات القديمة ديالنا. تواصل راه ما فيها باس إلى خلقتي واحد المحيط ديالك ونخرج من واحد الإشكالية اللي طحنا فيها. ولو عندنا دو سنتر دانتيري في لافي ديالنا، العمل والزواج، كاين الأسرة، كاين الأصدقاء، نرجعوا ديك لي باسيون اللي كان عندنا، دوك الهوايات، نخرجوا نبتسموا. الا غير خرجتي مبتسم، دابا الا خرجتي من الدار في الصباح غادي للخدمه وقلتي عاوتاني غندوز هذا النهار ماشي هو داك، اوتوماتيكمون راه غدوزوش ماشي هذاك. ولكن الا قلتي اليوم غندوزو زوين ونبتسم في وجه الاصدقاء ونتصل، راه صله الرحيم راه كتؤدي للطمانينه. كمثال على ذلك هو ان التضامن اللي دار في زلزال ديال الحوز، راه الناس اللي كانوا غاديين يعني متطوعين راه كانت واحد الفرحه، راه ما كتقدا فرحه. علاش؟ حيت كيحس براسو كيدير واحد العمل اللي هو مقتنع به. حنا عندنا الكل، عندنا اي حاجه كنلتمسوها كاين، عندنا طبيعه زوينه، عندنا الرياضات موجودين، عندنا الملاعب، عندنا البحر. يعني كاين علاجات بالطبيعه وكاين علاجات بالعقاقير.